شوف النهارده bringing hope to the valley historical fiction. اوكي يعني عايزين نحمل الامل الى الوادي اللي احنا رايحينه، الوادي اللي هو كان مليان تلج والكلام ده كله احنا شايفينه في الصوره تحت. القصه بتقول ان الفارمر ده وهو بيسوق العربيه ديت اوكي بيكلم المدام، سوري مام هنا معناها مدام. فارمر سيد هي تشوك هيز هيد، بيهز دماغه طبعا. The weather is too bad، الطقس سيء جدا بدليل ان الدنيا كلها تلج كده. Your carriages will never get to the valley forge، لا يمكن تسمها الكاريج، العربية اللي ربناها دي كلها اسمها الكاريج، مش ممكن تقدر تخش الى الفالي. شايفين التلج وشايفين ان مش قادرين تخشوا بالتلج من كتر العربية ما هتغرز في التلج اللي احنا شايفينه قدامنا، ماشي. فهو بيقول لها واضح الموضوع صعب ان احنا نخش بالعربية جوه. بولي دي اللي هي المدام اللي هو بيكلمها، بولي واتشد ات هير انت. بولي ما كانتش لوحدها في العربية، كانت بولي معاها عمتها. عمتها اسمها ايه؟ مارثا واشنطن. شافت عمتها دي بقى ايه بتعمل ايه؟ عمتها بتطلع دماغها من الشباك ده وتبص بره، عايزه تشوف ايه الطقس السيء ده. ستيبد اوت اوف هير كارج تو لوك، نزلت من العربية عشان تشوف ايه اللي بيحصل بره. بولي شيرد اوت، بولي الاخرى قالت اما ابص انا كمان اشوف ايه اللي بيحصل بره، ماشي. باست ذا فاليج the deep snow was blanket over the road. السنو كان جامد جدا زي ما احنا شايفين كده، لدرجه انه كان فزي ما احنا شايفين كده اهو، شايف رجل الراجل جايه فين والحصانه رجليها فين والعجل اللي ماشيين بيه رايح لغايه فين. واضح ان احنا مش هنقدر نمشي بالعربيه اكتر من كده. فبولي نفسها وعمتها شافوا المنظر دوت، فالعمليه صعبه جدا جوه، هنمشي يعني ازاي؟ بيقول لك كان كل الطريق متغطي. هنا ده الاكسبريشن ده كويس جدا، ذا ديب سنو واز بلانكت اوفر ذا رود، كان الطريق كانه كله عباره عن، عارفين بلانكت اللي هي البطانيه اللي متغطى بيها، كانه كله متغطي طبقه سميكه من التلج، معناها كده. حتى التريز ايفن ذا تريز اون ايذر سايد وير بيرد ان وايت سنو، برضه الاشجار كانت فوقها تلج زي ما انتم شايفين كده. يبقى كل حاجه حتى البيوت لو انتم شايفين التلج لما بيجي صقيع بيغطي كل حاجه زي ما احنا شايفين، فالموقف صعب ما تقدرش العربيه تمشي. اوكي ذا كارجز وير نيفر ميك ات، مش ممكن خلاص نقدر نعدي الكلام ده، ده عمليه مستحيله يعني. يو ار رايت، زي هو مين اللي اتكلمت بقى؟ عمتها بتتكلم مع الراجل اللي هو قال لها الكلام ده، بتقول له يو ار رايت زي يور نوت، ما تقدرش الكارجز دي تعدي الكلام ده. العربيه بالحصه كل ده على بعضه اسمه كارج، اوكي العربيه بالحصانه يعني. اوكي ما يقدروش فعلا يعدوا الكلام ده. شي واز نوت جيفينج اب، بس هي ما استسلمتش يعني. اصل الحل ايه يعني؟ معنى كده نفضل في التلج ده ولا نرجع تاني؟ لازم نكمل، مفيش استسلام. انستيد شي لوكد، بصت وقعدت ايه، احنا محتاجين سلاي دي اللي هي ايه، اللي هي زلاقه او حاجه يعني تقدر تزحلق بيها لما تركبها. بالظبط اللي هي حاجه نركبها تقدر تمشي على الجليد، لازم تكون حاجه تقدر تتزحلق على الجليد زي سكيتنج بالظبط كده. اوكي ماشي، يبقى محتاجين سلاي عشان نقدر نتزحلق بيها على الجليد، لان واضح ان العجل ده مش هنقدر نمشي فيه. طب نعمل ايه؟ ان فيو اورز، في خلال ساعات بسيطه حصل ايه؟ فيو يعني من 3 ل 9، يعني من 3 ل 9 ساعات حصل ايه؟ بولي ومارتا، بولي اللي هي بطلة القصة المدام يعني اللي موجودة، ومارتا اللي هي عمتها، اند هير بارتي اوف سيرفنتس، كان معاها مجموعة من الخدامين الشغالين اللي معاهم، از ويل از اول اوف فود كلوذينج كلوث اند ميديسين زي هاد بين ايبل تو برينج فروم ماونت فيرن. كل الحاجات اللي جابوها خدت الخدامين معاها، وخدت الاكل واللبس والميديسين والدواء وكل شيء، وحطتهم فين بقى؟ قالوا نركب بيهم الايه؟ الزلاجه الثانيه اللي تقدر تتزحلق بينا اللي هي السلايم. طيب وير كراودد انتو هايرد سلايم، خدوهم بقى فين يا جماعه؟ خدوهم في الحاجه اللي هيتزحلقوا بيها، عشان مش معقول يمشوا فاضيين، خدوا كل حاجتهم معاها. طيب that they talk mostly over deep snow. مارتا سمايلد، عمتها بقى اللي هي مارتا سمايلد ات بولي، بتبص لبولي ان ساتسفاكشن، ارتياح كده وهي مبسوطه يعني.
as she explained that she was not be kept away from Valley. Alhamdulillah, احنا هنقدر نروح المكان اللي احنا عايزينه. ده معناه كده ان احنا ان هي مبسوطه انها هتقدر تروح الفالي اللي اسمه فورج فالي او فالي فورج. اوكي. Although many women joined their husbands, في بقى بالرغم ان كان في حرب شغاله في معسكر الكامب ده اللي هو ايه ارمي كامب اللي هو معسكر فيه جنود السولجرز يعني في سولجرز مالهم بوليس لا سولجرز غير البوليس السولجرز دول بيحاربوا الاعداء البوليس بينظم حاجات ده زي الجيوش الجيش بالظبط كده. Although many women كان معظم الستات اللي موجودين في البلد ديت مالهم بقى راحوا مع ازواجهم ماشي اللي بيحر اللي موجودين في المعسكر عشان الحرب. اوكي مارتا هي هذا سبيشال جوب ما مارتا دي بقى كانت عندها جوب خاصه. ايه بقى الجوب الخاصه دي بقى الجوب ات واز نوت هير هازباند ما كانتش مجرد زوجه اللي انت عارفين البولي دي المفروض انها متجوزه عمتها كانت اكتر من زوج ليها ليه لانها كانت كمان كانت عباره عن سولجر كمان عندها كانها سولجر او جندي عند مارتا يعني كانت قايمه بالواجب تمام على اكمل واجب معاها جزء. بولي مش جوزها لا تشبيه يعني لا. دور الزوج بالنسبه للست انه الحمايه وهو خلافه هي كمان كانت بتقوم على خدمتها زي ما احنا شايفين زي ما احنا شايفين ماشي. بعد كده بولي اللي هي المدام بقى بطله القصه بتاعتنا بولي هاد فيست هارد تايمز في بقى بيحكي لك الماضي بتاعها الفتره اللي فاتت كان بولي دي قابلت لحظات عصيبه جدا من امتى من ساعه الامريكان ريفوليوشن الثوره الامريكيه ما ابتدت كانت بولي دي قبل ايه اللحظات العصيبه اللي قابلتها او ايه المواقف العصيبه بات هيجي تسلسل الاحداث بات شي نيو ذات ذا فالي فورج كامب واز فيسينج تريبل هاردشيبس لكن هي برضو يعني كانت عارفه ان في لحظات مرعبه ومريعه وفظيعه بتواجه الحته اللي هم رايحين اسمها فالي فورج دي اللي هم رايحين فين يا جماعه رايحين عند معسكر في مكان اسمه فالي فورج هم رايحين هناك دلوقتي worse than anything she had experienced اكتر من اي صعوبات قابلتهم في حياتهم هم الاثنين ماشي ايه بقى as a silly sped over the snow الحمد لله بقى ايه الحاجه اللي ركبوها دي زي السكيتنج اللي ركبوها عشان تمشي بيهم قدرت فعلا تعدي فوق السنو مشيت خلاص هي ما غرزتش ولا حاجه she took out the letter اما اطمنت بقى انها خلاص فعلا رايحه ففتحت ايه الجواب اللي كان معاها she took out the letter her aunt had received from one of the soldiers في جندي من الجنود اللي كانوا في المعسكر بتاع فالي فورج ده ادى جواب لعمتها قالت لها هات اقراه she read it again معناها قريته قبل كده she read it again but she holding it tightly in her gloved hand مسكته بايديها اللي ماسكه جوانتي هي في ايديها كده قفاز يعني وبتمسكه جامد ليه جامد لان الدنيا في هواء في تل في رياح جامده to keep it from blowing away احسن يطير من ايديها تقراه بقى قاعده تقرا ايه الجواب مره ثانيه بص بقى بتقرا بتقول ايه بقى اللي قال dear ma'am اوكي اللي هو المدام دي معناها مدام يعني ماشي you were so kind to me ده مكتوب ايطاليك كده الخط المايل ده معناها ان حد مكتوب في الجواب كل ده اللي مكتوب في الليتر بيقول ايه you were so kind to me when I was injured in the camp last winter يبقى الست ديت اللي هي بولي كانت بتعالج الناس المجروحين في الحرب الناس اللي اتجرحوا واصيبوا هي بتعالجهم امتى الكلام ده كان في اللاست وينتر يعني من سنه فاتت I know you care about all the soldiers انت بتاخدي بالك من كل السولجرز I must tell you that things are very bad here in Valley Forge خلي بالك الدنيا هنا مش كويسه احنا عايشين عيشه صعبه شويه هنا ايه هي بقى we live in crowded huts with hardly anything to eat احنا عايشين في عارفك الهانت ده اللي هو بيت خشبي كده بيت عارفين كوخ خشبي crowded يعني كل عدد كبير جدا من الاكواخ الخشبيه موجوده وصعب جدا الاكل صعب جدا انك تلاقي اكل يعني بناكل بالعافيه we have no shoes مفيش حتى حاجات نلبسها في رجلينا and only thin blanket ويا دوب الغطا بتاعنا
بطانيه رقيقه كده عامله زي الملايه بتاع السرير، مش مجرد بطانيه، حاجه خفيفه دي ما يعني بلانكت بس ثين مش ستيك ثين يس اند ات از فيري كولد، الجو بارد جدا يعني المفروض ان الواحد يكون الجو بارد يتغطى بحاجه تقيله، لا كمان بنتغطى بحاجه خفيفه اوكي يبقى في عمليه صعبه جدا. كوماندر واشنطن ده القائد بقى اللي هو قائد اللي هو زي رئيس المعسكر اللي هناك. كوماندر واشنطن سيز ذات كونجرس، قال لنا ايه مستر واشنطن ده؟ قال لنا الكونجرس، الكونجرس ده زي مجلس الشعب عندنا زي مجلس النواب يعني. كونجرس از اجنورينج اس، بيقول ده الظاهر الكونجرس اللي هي الحكومه بتاعتنا اهملتنا مش واخده بالها، نسيونا يعني. But I know you will not، انت مش هتسيبينا. بيقول لي مين؟ بيقول لي الست اسمها بولي، بيقول لها انك انت مش هتسيبينا. Please do what you can ma'am. اوكي؟ حاولي تعملي اللي تقدري عليه. If you cannot bring us food، إذا ما كنتش قادرة تجيب لنا، ده بقى الأطعمة والحاجات اللي شفناها هنا في الصفحة اللي فاتت اللي كانوا خدوها من العربية دي ونزلوا بيها عشان يحطوها إيه؟ على السليه عشان تقدر تروح لهم، يبقى الأكل ده ليهم ولا لغيرهم؟ لا ده رايحين بيه للناس دول، فبيقول لها إيه؟ هتمنى على قد ما تقدري food، clothes، medicine كمان، هتمنى medicine، يبقى الحاجات دي كلها التقيلة اللي كانوا شايلينها دي ليهم هم ولا لغيرهم؟ لا ده رايحين بيهم للجنود، رايحين بهم للسولجرز. At least please bring us some hope. وكمان إذا ما قدرتيش بيقول لها بس بيقول لها إيه؟ If you cannot bring us food, clothes and medicine، مش قادرة تجيبي كل ده معاكي؟ لا خلاص هاتلنا شوية أمل. حب يعني حاجة معنوية، تعالي ارفعي روحنا المعنوية، ده معناه. يعني إذا ما قدرتش تجيب لي مساعدات حقيقية تساعدني في الحاجة اللي أنا فيها، كفاية إنك تديني أمل في الحياة. Your servant Robert Finney. النكست بيج بقى بنكمل. When the sleigh pulled into the camp، خلاص السليه وصلت للكامب تقريبا. بولي felt a little scared at first، طبعا هي خايفه لان داخلين في حاله ممكن يكون في حرب، ممكن يتضرب عليهم حاجه، قربوا من المعسكر دلوقتي. Then she quickly became horrified، دي بقت مرعوبه، horrified بقت مرعوبه جدا. And angry، ليه غضبت ليه؟ The men were like an army of skeleton wrapped، ده كانوا عاملين زي ما يكونوا هيكل عظمي، عارفين هيكل عظمي؟ من قلة الأكل، إنسان من قلة الأكل، skeletons yes، يعني كأن الإنسان إيه قرب يموت، رفيع ما فيهوش لحم خالص، جسمه كده نحيف جدا يعني skeleton، wrapped in ملفوفين in ragged clothes، في ملفوفين في هدوم قديمة جدا وشكلهم وحش قوي، عاملين زي يكون ايه فقرة على الاخر ومش لاقين اكل ماشي، فخلاص ده قربوا يموتوا. Some had legs and feet black with frostbite okay with frostbite، يبقى ده معنى كده ايه؟ الناس دي رجليها كمان اسودت من كتر ما هم مش لابسين شوزز بقى كمان، وكمان ايه بقى ومليانة حاجات كده، دي اهو الرجل دي كده معناها وحصل لها انها اصيبت بالصقيع، يعني رجلهم ابتدت تتفقفق زي ما بيقولوا بالعربي، رجلهم ايه تفقفق من كتر البرد ماشي. طيب these men had been asked to free the American people، ده الناس دي وظيفتها ايه؟ ليه الناس دي بتتعب كده في المعسكر؟ المعسكر ده فايدته ايه؟ الكامب ده ايه الناس اللي جوا بتعمل ايه؟ عايزين يحررونا نحن الامريكان منين؟ من البريطانيين، البريتش كانوا محتلين امريكان ماشي، كانوا محتلينه، فمين بيحارب مين دلوقتي؟ الامريكان سولجرز بيحاربوا البريتش اللي هم ايه محتلينهم، فهم بيحررون منهم ماشي. ذا نيو كونجرس واز اجنورينج ذير نيدز، ولكن الكونجرس الحكومه بتاعتنا هناك دي بتتكلم يعني اهملت الناس دول وسابتهم خالص، لا بتبعت لهم اكل ولا ميديسن ولا اي حاجه، فالسولجرز قربوا يموتوا زي ما انتم شايفين كده، فمين بقى بيروح يراعيهم؟ الاهالي، اهلهم، الناس اللي يعرفوهم قبل كده وكده. And yet at the sight of the city they were smiling، اول ما شافوا الجنود بقى بص اول ما الناس شافوا الجنود اللي هم الجعانين اللي عاملين زي السكيلتون دول، اول ما شافوا they were smiling cheering and even calling out God bless Lady Washington، God bless، يعني سلام يعني ربنا يغفر لك يا Lady Washington اوكي. يبقى ده كنايه عن ميس مارسا، عرفوا ان ميس مارسا جت فبيدعوا لها يا رب يخليك يا ميس يا ليدي واشنطن اللي هو اسم ابوها يعني
فبيتقالوا مس ليدي واشنطن اللي هي يقصدوا بيها مارثا. اوكي طبعا اول ما دخلوا انكل جورج تو انكل جورج ده عمهم بقى موجود جوه مع الجنود قالوا بقى كيم اوت تو ميت ذم بولي سمايلد از هير انت جيف هيم ا كويك هاج حضنته عمته اللي هي زي اخته ماشي حضنت مين مستر جورج ده بقى ماشي then she jumped out of the silly as aunt martha started giving orders نزلت بقى من ايه بولي نزلت من الزلاجه اللي كانت راكبها ديت وابتدت تسمع لعمتها مارثا وهي ابتدت تدي ايه الاوامر والتعليمات ادام عملنا العلامه دي يا جماعه يبقى ده كلام حد بيتكلم لغايه ما تتقفل العلامه دي في كل ده حد بيقوله مين عمتهم اهي aunt martha بتقول ايه aunt martha بقى للناس unload the silly take the food بتكلم الجنود تقريبا بتقول لهم ايه unload unload يعني فرغوا الاكل ده كله الحاجات اللي احنا جايبينها معانا unload يعني ايه حاجه مليانه حاجه شيلوها منها وفرغوها ماشي take the food and medicine to the central camp offices خدوا الدواء والاكل للمركز الرئيسي للمكتب الرئيسي عشان هو اللي يوزعهم مش لو الناس هجمت كده من غير نظام ما ينفعش لازم في ما حد يوزع الكلام فودوه للمركز الرئيسي الاول bring the clothes to me وهاتوا لي انا الهدوم ادوا لي انا الملابس ديت send me woman يلا هاتوا لي الستات اللي عندكم who know how to sew and knit اوكي بتقول هاتوا لي هنا الستات اللي موجودين عندكم اللي بيعرفوا يخيطوا يعني انت دلوقتي معاها هدوم عايزه افرض الهدوم طلعت واسعه ضيقه يقدروا يخيطوا الكلام دوت سيو النت يعني يقدروا يفصلوا الهدوم على قد الناس اللي موجودين يعني مش جايبين مقاسات ثابته يعني aunt martha's voice was firm كانت بتتكلم بصوت عالي بصوت فيه حزم كده فيه شده لانها كانها عشان كده قلنا عليها سولجر كانها ايه جندي في المعركه ماشي طيب the woman in the camp مش احنا قلنا من الاول ان في ستات موجودين من الستات دول اللي هم ازواج الناس اللي في المعسكر the woman in the camp who looked cold and frightened كانوا منهكين تمام وتعبانين جدا وبردانين quickly came to her call كل الستات اللي جوه في الكامب ده طلعوا بره وراحوا لمس ايه مارثا للعمه مارثا اوكي بولي ومارثا and woman كل دول الستات اللي مالهم from the camp kept sewing and knitting almost all the day قعدوا طول النهار يخيطوا في الهدوم اللي جايبينها دي ماشي عشان يخلوها قد الجنود اللي ايه اللي عندهم ماشي the winter light was dim طبعا انتوا عارفين الضوء في الشتاء بيبقى كده ايه خافت شويه ماشي and it was cold even inside وكمان برد ماشي بولي's hand were freezing يعني حتى ما فيش شمس كويسه ولا حاجه ومع البرد ده فبولي's hands ايه اتلجت في ايديها ايديها بقت متكمده كده but in spite of her cracking fingers بدل ما هي صابعها تشرخ منها she kept working يا سلام يعني انت لما الواحد ايده تبقى متلجه مش قادر يعمل حاجه لا دي برضو عشان تدي نشاط لايديها قاعده تشتغل كانها بتعمل زي بتديها انرجي اوكي the woman made new clothes اهي شفتوا بقى عملت نيو كلوز يعني كانهم كانوا جايبين قماش وفصلوه عملوا منه ايه عملوا منه هدوم على قد السولجرز نت نيو سوكس عملوا شرابات كمان ليهم مش قلنا رجليهم ما فيهاش شوز عملوا لهم كمان سوكس يلبسوها في رجليهم and patched the worn clothes to the men يعني كمان هم مش مجرد عملوا هدوم جديده لا ده خدوا الهدوم القديمه هي باتشت ذا وورن كلوز اللي هي الهدوم القديمه اللي كانوا لابسينها وخيطوها تاني ماشي يعني الحتت اللي كانت مقطوعه حط لحموها هنا باتشت دي زي ما يكونوا عملوها كده بالمنظر ده بتتكلم بالعربي اتقال عليها رقعوها يعني ايه يعني عملوا قفلوها يعني اذا كانت الهدوم اتقطعت يقفلوا الحتت المفتحه في الهدوم دي عشان يستعملوها تاني زمان اوريدي هاد فاهمين ولا لا يعني ادوهم هدوم جديده وقالوا لهم هاتوا هدومكم القديمه واحنا نصلحها لكم كمان عشان مش مع مرور الوقت ممكن يلبسوا ده ويبدلوا ده بده مارثا ووز نوت ليت ذيم ستوب كمان يا نهار ابيض الست اللي اسمها مارثا دي ما خلتش الستات يبطلوا شغل ابدا and they would not stop either they could not while so many soldiers were still so cold قالت لهم خلوا بالكم الجنود هيفضلوا بردانين ممكن يفضلوا بردانين عايزين يحموهم من البرد باي طريقه ماشي باللبس الكتير ده The cold was only part of soldiers' mystery. يبقى the cold
was only part of the soldiers' misery. Misery is a miserable بؤساء. فهي misery يعني البؤس. يعني ده كان ايه؟ مجرد البرد ده جزء من الحياة البائسة اللي كانوا عايشينها. حاجة بسيطة يعني واضح ان كان عندهم بؤس شديد جدا. يعني اللي هو الإحباط. بؤس إحباط. عيشة صعبة. يتقال عليها ايه؟ misery. اوكي. When Polly visited the hospital, لما بولي بقى ايه زارت الهوسبيتال كمان. تخيل دي الناس السليمة كانت فيها بؤس. امال المستشفى فيها ايه؟ She saw men crying out. الرجالة بيصرخوا من الألم. In pain as frozen lambs. يبقى ايه؟ She saw men crying out in pain as frozen limes. اللي هي من ال... اذا كان حتة في جسمه اللايمز ده ايه؟ اي جزء مجروح في ايد الواحد. في ايده في رجله في اي حته في جسمه يتقال عليها ايه لايم جزء مجروح ماشي فكل ده متجمد كمان من كتر البرد فالناس قاعدين ايه بقى الناس الرجاله دول المجروحين مجروحين من ايه بالحرب مش بيحاربوا ففي جروح فقاعد حرب وبرد وكل ده قاعدين يصرخوا تو بي ريموفد عايزين الحاجات دي تتشال من عندهم المهم اذر وير سيك وغيرهم كانوا بردانين كانوا سوري كانوا عيانين عيانين اصلا يعني ممكن يكون عيان بانفلونزا عيان باي عيا ما هو معرض انه يعيا مش مجرد مجروح من الحرب بس whatever still other were dying يا نهار ابيض وكمان كانت في ناس بتموت يعني خلاص من كتر العيا ما خد منه قرب يموت يعني كان في ثلاث انواع ناس مجروحه وناس عيانه وناس بتموت دول الثلاث انواع اللي موجودين في المستشفى it was hard to look at what they were experiencing. مش صعب ان اي حد يشوف المنظر ده قدامه. Okay? But she had to face it. لكن مش معقول انا اهرب من الكلام ده لازم اواجه الكلام ده واشوف حل. She followed her aunt's example and شوف بقى بولي قالت ايه اخلي اعمل زي مين؟ زي انت مارثا. هتعمل ايه بقى؟ عملتها an example. عملتها مثل ليها. Okay? And tried to help as much as possible with medicines معاها دواء شفتوا جبتوا جابوا الدواء ليه جابوا الميديسن ليه عشان يعالجوا العيانين اللي في المستشفى دي medicine comfort and kind words كمان تدوم كلام حلو ممكن المريض لو انت مش قادر تعالجه تقول له كلام حلو يخليه يخف يخليه يهدي من حالته النفسيه مش لازم العلاج يكون medicine بس ممكن الكلام الحلو هو ده الهوب هو ده الهوب اللي قلنا عليه الكلام الحلو اللي يدي امل في الحياه للانسان اللي قدامك ماشي